دولة رئيس الوزراء المحترم، سادة معالي وسادة الضيوف، أهلا وسهلا بكم في هذا الجو الجميل. وعلى بركة الله نفتتح اليوم هذا الجسر، مثل ما أشارت سيادتك، الجسر الأول وسميته جسر الحرية، جسر المشات الأول في بغداد، يأتي ضمن تنفيذ الحكومة لالتزاماتها في البرنامج الحكومي، وأيضا توجيهات واهتمام سيادتك بموضوع الخدمات اللي ملموسة للمواطنين. وهذا راح يكون إن شاء الله الجسر الأول، بس ما راح يكون الأخير في بغداد وفي المحافظات كجسور مشات. فكرة الجسر هذا دولة الرئيس بدأت عام 2019، كان في شهر 3 موسم زيارة سيدنا الإمام الكاظم عليه السلام، وكان هذا الجسر نتيجة الفيضانات مهدد بالغرق، فجينا لهنا وقررنا أنه نبني هذا الجسر. إلى أن في شهر 7 2019 مجلس الوزراء موافق على هذا الجسر. بصراحة هذا الجسر تصميمه هندسيا من عندنا، لكن إنشائيا مو من عندنا، يعني كشكل أخذناه كشكل جاهز ومهندسينا حولوه إلى تصميم. تأخر تنفيذه في عام 2021 نتيجة أدى الظروف. في هذا العام صار تكثيف للجهود ومثل ما تشوف حضرتك، بس بعد باقي الهيكل اللي هو إضافة ديكورية بالإضافة إلى إنارة راح تكون جميلة إلى بغداد. شكرا جزيلا لدعم سيادتك المستمر للوزارة وجهودها في إنجاز مشاريعها، وشكرا للجهات الساندة شركائنا في العمل، خاصة أمانة بغداد، وفي هذا المشروع وزارة الموارد المائية جهد كبير بذلته خلال الأيام الماضية. شكرا على حضوركم دولة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبارك لكم إكمال وإنجاز هذا المشروع الخدمي المهم لأهالي بغداد وخصوصا هذه المناطق، حيث يخدم حركة انتقال المواطنين وكذلك الزائرين إلى الإمامين الكاظمين عليهم السلام. يحق لنا أن نفتخر بملاكاتنا الفنية في وزارة الإسكان والعمار على هذا المنجز الذي بدأ بالتصميم وتنفيذ بهذه الصورة الجمالية لأول جسر مشات في بغداد، وإن شاء الله مو الأخير في بغداد وباقي المحافظات. وهذا يؤكد أنه لدينا من الطاقات والإمكانيات والخبرات القادرة على تنفيذ شتى المشاريع، خصوصا إذا توفرت كل أسباب الدعم وأيضا توفرت متطلبات تنفيذ المشروع. لأنه هذا المشروع عندما كان الأخ الوزير في حكومة السيد عادل عبد المهدي سنة 2019 وبعد حكومتين الآن ينجز، ومن الراجع التسلسل التنفيذ نجد أنه 241 يوم تأخير فقط حتى نستلم الموقع من منطقة القريعات، يعني تقريبا نصف المدة المقررة للمشروع. هذه نخليها أمامنا في المشاريع الجديدة، في أهمية أنه نكمل المتطلبات حتى ندخل ننفذ مشروع وفق المدة المحددة. الحكومة أعطت عنوان الخدمة والمشاريع الخدمية كعنوان لبرنامجنا ولحركتنا وحركة السيدات السادة الوزراء والجهات التنفيذية محافظة وأمانة بغداد، وجزء من الخدمات هو إكمال المشاريع المتأخرة. واليوم احنا نفتتح واحد من أهم هذه المشاريع، هذا المشروع الذي سيكون بديل للجسر العائم الذي لا تتوفر فيه أي متطلبات السلامة ولا الناحية الجمالية التي تليق ببغداد وبأهالي بغداد الكرام. أنا قبل قليل ذكرت جسر سميناه جسر الحرية، لأنه هناك أكثر من دلالة لهذه المفردة. في زمن النظام المقبور كان ممنوعاً ترتبط هذه المنطقة قريعات بالكاظمية، كذلك الذي يعبر هذا الجسر يتوجه إلى أشهر سجين في التاريخ وهو الإمام موسى الكاظم عليه السلام.
فنحن أمام جسر الحرية، جسر المشاة اللي نأمل أن يكون متاح للمواطنين كعامل خدمي. هناك بعض المتطلبات أنا وحدها، طبعا أثمن جهود الجهات الساندة، وزارة الموارد المائية، أمانة بغداد، باقي الجهات، الفرق المتابعة، الجهات الأمنية، وهذا هو توجهنا. احنا نعمل بفريق واحد، المشروع مو مشروع جهة قطاعية بقدر ما هو مشروع خدمة، علينا أن نتكامل جميعا بأدوار ونؤدي التزاماتنا حتى ننفذ مشاريعنا الخدمية. نحتاج إلى تنظيف وكري ضفاف النهر حتى اللي المار والزائر في هذه الجسر أكيد عندما يلتفت يمينا ويسارا يجد حالة من النظافة والجمالية لنهر دجلة العظيم. أيضا تنظيم الأنشطة على ضفاف الأنهر من ناحية الأرصفة والنشاطات الخدمية، مطاعم، كافيهات، أيضا تكون بوفق الضوابط وبتنفيذ صحيح. الجسر العام يفترض يرفع خلال الأسبوع هذا إن شاء الله، حتى أيضا يكتمل جمالية الموقع، موقع المشروع. إحنا حاليا حتى تكون بالصورة، وأيضا هذه الكلمة إلى أهالي بغداد وهذه المنطقة بالتحديد، في طور دراسة وإقرار مشروع إقامة جسر ثابت يساهم في تنظيم الحركة وتسهيل النقل للمواطنين، وهو موجود منذ سنوات ضمن المخططات، لكن إن شاء الله هذه الحكومة عازمة على تنفيذ هذا الجسر، فضلا عن مشاريعنا التي تنفذ حاليا في شتى أرجاء بغداد واللي تتعلق بالجسور والمجسرات والطرق اللي تساعد وتساهم في فك الاختناقات في عاصمتنا الحبيبة بغداد. عام 24 إن شاء الله هو عام الإنجازات، لأنه عملنا الدؤوب الذي استمر منذ اليوم الأول لمباشرة الحكومة، سواء كان في محاور إكمال المشاريع المتلكئة أو فتح المشاريع الجديدة أو مشاريع الجهد الهندسي وفق ما مخطط أمامنا. 24 يجب أن يكون عام افتتاح المشاريع إن شاء الله، بهذه الهمة، بهذه الروحية، بهذه الغيرة الوطنية. شكرا جزيلا لكم، وبارك الله في كل الجهود التي بذلتها.